نروح دلوقتي مع حضراتكم لأخبار المحافظات، لأن زي ما احنا متعودين دايما بيكون معنا مجموعة متنوعة من الأخبار والأحداث اللي بتحصل في محافظات الجمهورية المختلفة. يمكن أولها بدء تشغيل تجريبي للممشى السياحي بمناسبة أعياد الربيع في محافظة الإسكندرية، كمان توزيع 10,000 قطعة ملابس جديدة ضمن مبادرة دكان الفرحة اللي يمكن تابعة لمبادرة حياة كريمة في محافظة الغربية. امبارح كمان في محافظة المنيا تم بدء تطوير محصول القمح للموسم الحالي، وكمان صرف 5 مليار جنيه تكاليف العلاج والعمليات بمنظومة التأمين الصحي ده في محافظة بورسعيد، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الإسكندرية اللي شهدت التشغيل التجريبي لنفق وكوبري وممشى السادات بطول 250 متر وعرض 6 أمتار، وده بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم وعيد الفطر المبارك. في الغربية تم تنظيم معرض خيري بمركز قطور لتوزيع 10,000 قطعة ملابس جديدة مجاناً لدعم 1000 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، وده ضمن مبادرة دكان الفرحة. في أسوان تم زراعة الأشجار المخصصة للمحافظة بإجمالي 125,000 شجرة ظل ومثمرة بكافة المدن والمراكز، بما يساهم في الحد من الأجواء الحارة أثناء فترة الصيف. في شمال سيناء تم الإعلان عن موعد إقامة مهرجان للهيجن في 26 إبريل الجاري والمدة يومين بمناسبة احتفال المحافظة بالعيد القومي. في بورسعيد تم إنفاق أكثر من 5 مليار جنيه منذ عام 2019 هي تكاليف العلاج والعمليات بمنظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة 700,000 مواطن ببورسعيد، ووفرت المنظومة لكافة المواطنين الرعاية الصحية الكاملة وحققت تقدم غير مسبوق في مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن. في المنيا تم بدء موسم توريد محصول القمح للموسم الحالي 2023، وده للصوامع والشون بعد قرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين ليصل سعر الأردب ل 1500 جنيه نقاوة 23.5 إيراد، وبتبلغ مساحة الأرض المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز المحافظة حوالي 243,000 فدان. في الأقصر أعلنت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة أنه تم إجراء 25 عملية تغيير مفصل كامل خلال شهر لحالات تعاني من خشونة متقدمة بالركبة اليمنى أو اليسرى، وتم متابعة الحالات حتى الاطمئنان على حالتها وخروجها من المستشفى. في كفر الشيخ تم تنظيم قافلتين طبيتين، الأولى بقرية دار السلام التابعة لمركز بيلة، والتاني بقرية الفيروز التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وتم خلال القافلتين فحص 2735 مريض وتقديم العلاج ليهم بالمجان.